كشفت وزارة التنمية المحلية عن تمكين المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك منذ انطلاقه وحتى شهر نوفمبر من عام 2023 من تنفيذ 208.9 ألف مشروع بقروض بلغت 27 ملياراً و400 ألف جنيه. ساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,700,000 فرصة عمل من خلال 260 مقراً على مستوى 27 محافظة. وتعمل الوزارة من خلال مشروعك على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.